محمد رسول الله محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم
يدي يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فلا تقهر. وأما السائل فلا تنذر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أو كما قال الإمام الشاطبي في متن الشاطبية: هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موسلا. وخير جليس لا يمل حديثه،
وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا. أيها الإخوة الكرام الكريم، نشكركم جميعا الذين حضروا في هذه الحفلة، وخاصة ونشكر صاحب الدعوة من الذي دعانا في هذه الحفلة المباركة، فضيلة الشيخ سيد محمد عمر حفظه الله تعالى، نشكره حبيبنا الغالي. أيها الإخوة الكرام الكريم، الآن فنلتمس لتلاوة القرآن الكريم. الضيف القارئ إنه جاء من مصر، إنه جاء من أرض الكنانة، إنه جاء من أرض سيدنا يوسف عليه السلام، الشيخ القارئ محمد سلامة علي طنطاوي، إنه يأتي يطهر قلوبنا وينبر صدورنا بنور القرآن الكريم الذي يتلو علينا من آية بينة والذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا وعند الله مأجورا.